بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده. سوق الجنة، فمن طعام وشراب ولباس وأنس وسرور وحبور، ولا يزالون في كل يوم يرون متعة جديدة في حياة مديدة. ومن هذه المتع سوق الجنة، فما سوق الجنة وماذا يباع فيه؟ كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته أمتع وأحلى وألذ. لذلك يجعل الله تعالى في الجنة سوقا، لأن بعض الناس يستمتع بالذهاب إلى السوق ورؤية ما فيه. جمال سوق الجنة، سوق الجنة ليس مثل أسواق الدنيا في متعته وجماله ونوع ما يعرض فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب. أهل الجنة يشتاقون للتسوق، سوق الجنة فيه من المتع والحبور ما يجعل أهل الجنة ينتظرونه ويترقبونه كل جمعة. لقي سعيد بن المسيب أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له أبا هريرة: أسأل الله يا سعيد أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله جل وعلا ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى إنه يقول سبحانه للرجل: يا فلان، أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض قدراته في الدنيا وفجراته، فيقول: يا رب، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوق. فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة من كل مكان، ما لم تنظر العين إلى مثله، ولم تسمع الأذن، ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس الجميل، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه بأحسن منه. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا، فتلقانا أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا بحبنا، لقد جئت، وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقت عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم الله ربنا الجبار، ويحق لنا أن ننقلب إلى مثل من قلبنا عليه. يا من نظرت إلى زانية باغية فالدنيا
فالدنيا فتن، وهذه الزانية الراقصة قد فتنت حور العين أطيب أنعم، ولو بسقت الحور في البحر لجعلته عذبا، لا تغرنك الزانيات فاصبر فالآخرة خير وأبقى. وحور العين لو ضحكت لأنارت الجنة كلها من ضحك حورية في وجه زوجها. اصبروا أيها المؤمنون، اصبروا أيها المؤمنون، فالجنة حلوة وحورها حلوين، فطابت الدنيا بخبر الآخرة، فنقول سويا نصبر من أجل الله وننال الجنة ونعيمها وحورها. أف على الزانيات، أف على المغنيات، يا من فضلت غناء الدنيا عن غناء الجنة، يا من فضلت نساء الحرام عن الحور الحسان. أف على كل باغية زانية راقصة مغنية فاجرة، أف لهم بل أف لهم. إذا عزمت لفعل أمر فاجعل التوكل مركبك العبور، وإذا عصاك الدهر يوما فاسأل الله المولى تسهيل الأمور. لا تجزع لضيق الرزق أبدا، فالله يرزق العصفور من بين النسور. واعلم واعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كن شاكرا ما دمت حيا، واعلم بأن الدنيا أيام تدور، وقل دائما الحمد لله، وقل دائما الحمد لله، تعيش دائما في أنس وسرور. نعم هذا نعيم جنة، الحور والجمال والبساتين والأسواق، فما أعظم من ذلك. إنه الله رؤية العظيم جل جلاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.